لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الوقفات مع الآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نتدبر كلام ربنا ونأخذ منه العبر والدروس والفوائد، كما أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقف مع الآيات التي تعلقت عند نزولها بحادثة أو واقعة، كما نكرر إن من القرآن ما نزل على حوادث ووقائع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. واليوم بإذن الله تعالى نختتم هذه السلسلة المباركة، نختتمها بمسك الختام، وهي آخر ما نزل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآيات التي هي سورة بمجملها، ثلاث آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ولحادث يتعلق بها، ألا وهو ختم الحياة النبوية وانتهاء المهمة الدعوية للرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه 88 يوما، نزلت عليه في أوسط أيام التشريق. أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة وهذه الآيات تحمل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبينا، إذا رأيت دين الله عز وجل قد انتشر ورأيت الناس يدخلون في هذا الدين وفدا بعد وفد، وهذا قد حدث، إذا رأيت ذلك فاعلم أن مهمتك في هذه الدنيا قد انتهت، وقد آن لك أن تلحق بالرفيق الأعلى، وقد أنهيت مهمتك على أحسن ما يرى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. يدل عليها العلامة التي أخبره الله عز وجل عنها: إذا جاء نصر الله والفتح. ولقد فتح الله عز وجل له مكة وجاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي عاد الناس إلى ربهم ودخلوا في دين الله عز وجل وفدا بعد وفد. فما عليك يا نبينا إلا أن تستعد للرحيل، فقد انتهت مهمتك في هذه الحياة الدنيا، وقد بلغت وأديت ونصحت. هذه الآيات عباد الله حولها كثير من الدروس والعبر، نقف بإذن الله تعالى وقفتين مع هذه الآيات وما تعلق بها من لزوم. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرون هذه الآية، أو يتذكرون هذه الآيات
حتى أنهم يمتحنون بعضهم البعض فيما نزلت فيه هذه الآيات. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان عمر رضي الله عنه يدخلني في مجلس أشياخ قريش، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه من ذلك وقال: إن لنا أبناء مثلهم. ففهم ذلك عمر رضي الله عنه، فجاء في يوم في مجلس من مجالسه فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم رضي الله عنه: يأمرنا الله سبحانه وتعالى إذا حصل لنا نصر وجاء لنا فتح ونزلت بنا نعمة أن نسبح الله ونحمده ونستغفره على ذلك. وسكت البعض الآخر، فقال عمر: وما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ فقال رضي الله عنه، وكان غلاما يومئذ، فقال: لا، أي ليست كذلك، أي لم يكن نزولها على المعنى العام كما قال الصحابة أو بعض الصحابة. فقال: لا، إنما كانت معيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا رأيت نصر الله عز وجل ورأيت الفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي هذه علامة على أجلك يا نبينا. وكما أشرنا فإننا نقف مع هذه الآيات وقفتين. الوقفة الأولى هي ملخص للمسيرة النبوية وللكفاح النبوي العظيم، فإنه لا بد لكل مسلم يقف على هذه الآيات بشيء من التدبر أن يستحضر ولو ملخصا للمسيرة النبوية. فإن الله عز وجل يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي هذا حصل بعد مسيرة طويلة من الكفاح والدعوة والجهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ولا من باب معرفة جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان له أعظم الفضل على الناس، فقد أرسله الله عز وجل رحمة للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، وكان بسببه أن كنا مسلمين. ولذا فلا بد لكل مسلم يقف مع هذه الآيات بشيء من التدبر أن يمر ولو مرورا سريعا على مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقل ما ينبغي من المعروف تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحضر المسلم مشاهد التكليف والبعث يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما كان في هذا الغار المبارك الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدايات التكليف. يستحضر المسلم مشهد نزول الآيات التي تأمره بالدعوة والخروج بالدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قام قياما ما عرف قبله قيام، قام صلى الله عليه وسلم يحمل دعوة الله عز وجل أكثر من 20 سنة، يدعو إلى الله
ولم يهدأ صلوات الله وسلامه عليه. استحضر المسلم مشاهد إشراق شمس الإسلام من على جبل الصفا، يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم من على هذا الجبل ينادي في الناس، أما أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، قام ينادي في الناس: يا صباح، يا بني كذا، يا بني كذا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يستحضر المسلم مشاهد خروج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى المشركين وإلى المعاندين في نواديهم ومجالسهم وأماكنهم، يصل إليهم في كل مكان يبلغ دعوة الله عز وجل، ويعاني من سبيل ذلك وفي سبيل ذلك أشد المعاناة، يعاني التكذيب والاضطهاد والتشويش والتشهير، قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون. كان يتلو عليهم القرآن وهم يعرضون عنه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومع ذلك يستمر صلوات الله وسلامه عليه في دعوته، لا ينكسر ولا ييأس ولا يقول: إن الناس لا يسمعون لي ولا أجد من يتجاوب مع دعوتي، لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس في مجالسه ونواديهم ويفتح أبوابا للدعوة في كل لحظة من غير يأس ومن غير قنوط، يبلغهم دعوة الله عز وجل. استحضر المسلم مشاهد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤذون في الله، وهم يؤذون في الله عز وجل، وهم يعانون الاضطهاد والتعذيب والتكذيب بل والقتل، حتى يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف، وهم مستضعفون قلة قليلة آمنوا بالله عز وجل في زمان علت فيه نبرة الجاهلية والكفر والعياذ بالله. يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون بل ويقتلون، فيقول لهم: صبرا فإن موعدكم الجنة، صبرا فإن موعدكم الجنة، ما يقول لهم شيئا آخر غير ذلك. فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الآخرة والعقيدة الصحيحة: فإن موعدكم الجنة. يستحضر المسلم وهو يتدبر هذه الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يستحضر المسلم معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الناس إلى هذا، حتى كان الفتح وكان النصر. يستحضر المسلم معاناة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين القلة القليلة المستضعفة، وهم محاصرون في شعب أبي طالب، يمنع عنهم الطعام والشراب بل حتى السلام والكلام، وهم صابرون في الله عز وجل، ينزل القرآن عليهم يصبرهم، وهم في ذلك في أعظم تربية، وهم في ذلك في أعظم إعداد لتحمل مسؤولية هذا الدين. يستحضر المسلم مشهد موت النصيرين الكبيرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح. فيومئذ لم يكن له فتح ولم يكن له نصير غير هذين الكبيرين، وهما
مصيرين معنويين. أبو طالب عمه المشرك، لكنه كان يحوطه ويدافع عنه ويؤيده ويحميه. ثم خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤازره بالرأي والمشورة وبمالها، فيفقد النصيرين في لحظة واحدة، في شهر واحد، في وقت واحد، يفقد النصيرين صلى الله عليه وسلم، ليتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى أكثر وأعظم، ليكون جل وكل توكله على ربه سبحانه وتعالى. يستحضر المسلم كذلك وهو يقرأ هذه الآية يتدبرها: إذا جاء نصر الله والفتح. يستحضر يوم أن اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة والخروج من أرضه ووطنه الذي عاش فيه وتربى فيه، بل وأحبه حبا ليس له مثيل لسائر الأوطان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخرجته قريش طريدا هاربا بدينه، وقف على أطراف مكة وعلى حدودها ينظر إليها ويقول: إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فأخرج صلى الله عليه وسلم بعدما أرادوا قتله أو سجنه، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان له النصر والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يستحضر المسلم ويتدبر هذه الآيات مشهد فرار النبي صلى الله عليه وسلم بدينه ودعوته، باحثا عن وطن جديد للدعوة إلى الله عز وجل، لا ييأس لا يكل، فيدخل الغار يختبئ فيه من المشركين حتى يقول له صاحبه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيتعرض للخطورة الشديدة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعطي صاحبه ويعطي البشرية كلها درسا عظيما في السعي في الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. فيقول: لا تخف لا تحزن إن الله معنا. فيخرج صلى الله عليه وسلم من هذا الغار لتكون هذه آخر لحظات خوفه من المشركين خوفا مباشرا، فيتجه إلى أرض مهجره، وطنه الجديد، ومحل دعوته الجديد. يتجه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المباركة يثرب، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج إليها فيستقبله أفضل الناس بعد أصحابه المهاجرين، وهم أنصار أهل المدينة، يستقبلونه أعظم استقبال، هو الذي جاء مطاردا، لا مال له ولا بيت ولا شيء، فآووه ونصروه وآزروه أعظم العون وأعظم المؤازرة. يستحضر المسلم وهو يقرأ هذه الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح. يوم احتضنه الأنصار ليكون هذا الفتح بعد ذلك، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يستحضر المسلم وهو يتدبر هذه الآيات
إذا جاء نصر الله والفتح نستحضر مشاهد الحرب العالمية ومن قبلها مشاهد بناء المجتمع الإسلامي الجديد. تلك اللحظات الخالدة في تاريخ الإسلام والتي تذكر كل الدعاة إلى الله عز وجل المستضعفين بأنه سيأتي بإذن الله يوم يمكن لدعوتهم ويمكن لدينهم في الأرض إذا نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج مطاردا فاستقبلته المدينة فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الجديد، الدولة الإسلامية الناشئة الجديدة والتي ظهرت فيها معالم الدين والإيمان والإسلام بعدما كانت مكة يعلوها الكفر والوثنية والشرك. إذا بالمدينة يقام فيها أعظم مجتمع عرفته البشرية، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجامعة العظيمة التي تجمعهم للعبادة وللتعلم والتعليم، فينشئ مسجده صلى الله عليه وسلم في مشاهد جميلة عظيمة إذا طلعها المسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، فيرفع الآذان، يرفع أذان التوحيد والصلاة لأول مرة في تاريخ المسلمين، لأول مرة منذ 13 سنة وهم مستضعفون، يرفع الأذان من بيت الله عز وجل في المجتمع الجديد، الله أكبر لا إله إلا الله، لأول مرة يربي النبي صلى الله عليه وسلم أتباع في هذا المسجد العظيم، فيؤاخي بينهم ويجعل بينه المؤاخاة التي ما عرفت البشرية مثلها، فيؤاخي بين المهاجرين والأنصار فيكون أعظم مثال عرفته البشرية في التكافل، وتكون المدينة الفاضلة حقا، وينزل التشريع وتنزل الأحكام تربي هؤلاء وتنظم حياتهم من جميع جوانبها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يستحضر المسلم مشاهد الحرب العالمية على الدولة الإسلامية الناشئة الجديدة، إذ حاربه الناس من حوله جميعا، حاربته الدنيا كلها فنصره الله عز وجل، حاربته قريش في بدر وفي أحد، وجاءت العرب قاطبة يوم الأحزاب عن بكرة أبيها تحاربه، بل وكانت عليه الحرب الدولية، فكانت الحرب من الروم في مؤتة وفي تبوك وغير ذلك، وفي كل ذلك نصره الله عز وجل ومكن له بعد جهاد عظيم ودماء بذلت في سبيل الله عز وجل. يستحضر المسلم وهو يتدبر إذا جاء نصر الله والفتح، يستحضر مشاهد فتح مكة يوم فتح الله عز وجل له مكة مرة أخرى وعاد إلى مكة، عاد إلى أرضه ووطنه بعد أن فتح الله عز وجل له مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فدخلوه آمنين وفتح الله عز وجل لهم مكة وأسلم أهل مكة جميعا، بل أسلم غيرهم ومن بعدهم ومن هم بعيدون عنهم، صار النبي صلى الله عليه وسلم يراسلهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، فدخل الناس في دين الله أفواجا.
فيستحضر المسلم مشاهد تطور دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم إلى أن وصل إلى فدخل الناس في دين الله أفواجا. كان المسلمون في أول الإسلام ولمدة 3 سنوات تقريبا لا يزيدون على 40 مسلما، فكانوا 10 رضي الله عنهم. ولما كان يوم الحديبية كانوا 1400 مسلم، ثم لما كان يوم حجة الوداع كانوا 100,000 أو يزيدون، على قول لبعض أهل العلم أنهم كانوا 100,400. هكذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت به صلى الله عليه وسلم وحيدا: يا أيها المدثر قم فأنذر. فظل صلى الله عليه وسلم قائما لله عز وجل يدعو ويجاهد حتى قال الله عز وجل له هذه الكلمة: إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء نصر الله وجاء فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعضها بعد بعض، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي فاستعد يا نبينا للقاء الله عز وجل، فقد أديت رسالتك. أما الوقفة الثانية عباد الله مع هذه الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهي أمر الله له أن يستعد للقائه، وأن يكون ذلك على صفة يأتي الحديث عليها. وهنا ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل في الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وظهرت عليه صلى الله عليه وسلم العلامات الكثيرة للشوق إلى لقاء الله واللحوق بالرفيق الأعلى. فأما الاستعداد فإنه صلى الله عليه وسلم ما إن نزلت عليه هذه الآيات، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح أوسط أيام التشريق. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وخطب في الناس خطبته الشهيرة، وهي التي سميت بخطبة الوداع. ويقول ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح قام النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد في أمر الآخرة بما لم يرى مثله قبله قط. أي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أكثر من عمره كله، اشتد في العبادة أكثر من عمره كله صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي علم البشرية وعلم أتباعه شكر نعمة الله عز وجل على أعظم ما يكون، لا سيما عند حصول النصر وتحقق النعم. فهو صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا، يوم يدخلها فيحكي الراوي فيقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فجعل ذقنه أو لحيته تمس متن بعيره، فجعل ذقنه أو لحيته تمس متن بعيره صلوات الله وسلامه، تواضع وانكسار لله سبحانه وتعالى، ما يفعل فعل الفاتحين المعجبين
إنما يدخل متواضعا لربه سبحانه وتعالى. ولما دخل مكة وفتح الله عز وجل له البيت الحرام أصبح صلى الله عليه وسلم فاغتسل وقام فصلى 8 ركعات شكرا لله عز وجل، وهي التي يسميها العلماء بركعات النصر. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل المدائن اقتدى بنبيه ومعلمه فقام رضي الله عنه فصلى 8 ركعات. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورجع من حجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا شديدا في العبادة بما لم يكن قبل. وهكذا عباد الله يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه كيف يستعدون للقاء الله، حتى أن كثيرا من العلماء ذكروا أنه من المستحب للمسلم الذي يظن قرب أجله كأن يكون في مرض موت أو نحو ذلك أن يكثر من ذكر سبحان الله وبحمده أستغفر الله. وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وأمره يكثر من سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قالت حتى نحصيها عليه أكثر من 100 مرة. فيعلم صلوات الله وسلامه عليه المسلم شكر نعمة الله وكيف الاستعداد للقاء الله. فمن وجد نفسه اقترب أجله حري به أن يكثر من العبادة وأن يجتهد في العبادة وأن يكثر من هذا الذكر على الخصوص سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك. ثم أما بالنسبة للأحوال واستعداده للقاء ربه وشوقه لذلك فإنه قد ظهر ذلك في أقواله وأحواله صلى الله عليه وسلم من يوم أن نزلت عليه هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عمر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقام النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى وخطب في الناس خطبته الشهيرة. وكان من بين ما يقول ويردد ويكثر صلى الله عليه وسلم أن قال أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلها لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان يكثر صلى الله عليه وسلم في حدته من هذه الكلمة خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما نزلت قال نعيت إلي نفسي وقام صلى الله عليه وسلم استعد للقاء ربي. وقد ظهر ذلك في أقواله وأحواله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل مرض موته أن وقف يوما على منبره يخطب في الناس فكان من بين ما قال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه فبكى أبو بكر رضي الله عنه وارتفع صوته بالبكاء وقال فديناك يا رسول الله بأمهاتنا وآبائنا. فجعل الناس يعجبون كما يقول ابن عباس فعجب الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فما شأن أبي بكر
يبكي ويقول فديناك يا رسول الله بأمهاتنا وآبائنا. قال فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن أبا بكر كان أعلمها. ومن أحواله كذلك صلى الله عليه وسلم أنه وكان في مرض موته دخلت عليه ابنته رضي الله عنها فاطمة وهو مريض لتعوده، فأسرها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال لها يا بنيتي إن الله عز وجل أنزل علي إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، وإني أرى نفسي قد نعيت إلي. فبكت فاطمة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يسرها يا بنيتي ألا تحبي أن تكوني أول أهلي لحوقا بي، إنك أول أهلي لحوقا بي. فضحك رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما كان قبيل موته صلى الله عليه وسلم جعلت الأحوال تزداد والأمارات تزداد أنه يستعد للقاء ربه ويشتاق للقاء ربه، فجعل يقول للناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم لما كان آخر لحظات حياته جعل صلى الله عليه وسلم يوصي، فجعل يقول الصلاة الصلاة، أي أوصيكم أيها المسلمون أن تحافظوا على الصلاة الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفارق أعظم عصر عرفته البشرية، فارق الدنيا بعدها بعد رحلة من الجهاد والكفاح الدعوي العظيم الذي بدأ من يوم أن قال الله عز وجل له يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم ولم يهدأ. قام صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة يريد إخراج البشرية من الظلمات إلى من الجهل إلى العلم، من الشرك إلى التوحيد، فظل يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى ربه ويتحمل في سبيل الله أكثر من 20 سنة حتى مكن الله عز وجل له ولدينه، فدانت الجزيرة العربية كلها قبل موته بالتوحيد والإسلام، وارتفع في صحراء الجزيرة وفي أنحائها نداء التوحيد وشعار الإسلام الله أكبر لا إله إلا الله، صار يدوي في كل أنحاء الجزيرة التي امتلأت من قبل شركا وثنية وأصناما، طهرها الله عز وجل بهذا النبي الكريم ومكن لدعوته. ولذا أنزل عليه في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.